الله يشوف. السلام عليكم، كيما عمر وارتي موقع ابو يفاينو مراسل الكواليس الجهويه. كاين لي جو ماتنا متضرري جا تو يقدو بين السيد فتفاوكت يقدو بين شن 8 من يوم المنى والنيز يقدو به، ولكن لسوء الحظ باش هادي السيد فتفاوكت غاث الدات رئيس جماعه امجاو يوكي غادي سيكشي أسيك شعب أخسر من زيغي السيدف عدد سزيق زيد فتا محمد قلت فوش تتقاي ذان الضحية يا وانيتا الحاج محمد ينا التوامي يوغي غادي كشعب أخسر مش تمسا يكشي من زي قيغ الدوبير من زي قيغ الدراسة يقيت قانتا يتقنقش ورقة الإرسال قد غاشي غدا ورقة الإرسال بيان المراسلات وجهوا لسيادتكم طلب إجراء دراسة تقنية تقدم بها السيد مصطفى البوحساني قصد تزويد من زيدي بالكهرباء الإمضاء إيدين رئيس المجلس عبد العزيز البوبكاري. ولكن السيدة واني تمامي غايب الدري قفاوكس الناس وعرشت الشرشان من السبب الناس أقام من يجود في بلان دمينجمو لتهيئة الدراسة المناء غرب المتوسط الخوارج شتي الشرشان، ولكن تتغوي قدم سجن الشكاية إجيت السيد العامل جلالة الملك ذي النضوع إن التقى وعزرين وعزيز يزرين أبو الجواب الدريوش العامل الدريوش، ولكن وايزرين يتسمى بوس القبول نغص عرف إيج نحاشث وايزرين بوش الإرساليات أرئيس سيد دي جماعة أم الجو وازي سيد سيدي شعاود وازي دي سكبوش الإرساليات من يعني الناس شفويين وها الحاج محمد كينغ يخسر ديالي غير شنو كلمه تفضل الحاج محمد من دوس غاتيني ديال رئيس غير شقين العراق اللي وكاش يكشف الدراسه يكشاشت تقيد الدوبي، ولكن على خصها تفوكش باش تقد التزويد اللي تسمى غاتا الداهن باش تفوك وتعرف اللي تسمى تفوك تينا شلا. السلام عليكم. شتخ تشكا خورا عمر من ايام ديكيومو شفت واحد كيغ طرام تقل ماري وداني وسيدي خد السوق سيدا الرئيس نتا يقينني ذا قبر المارة ومن بعد وزي نسحب صفاوت خزانة مشان يوجد السيد العامل سيمتن صغو مشانا خزانة مشان خزانة موقع ساعدنايين انا شوخر وحا تلقد الدراسة مش المهم كاس قوم غسل عاملينو يقيغ الدراسة يقيغ الدراسة وزي نسحب صفاوت قلنا وزني ما يسخع السكي غزفاوك لقينا يلم بلغ شحال خدصه خلصه كتار سيه من يمن يول فرانكي يغسطع خمانوية وما عني من غار غاسي دار رئيس إني قوى ذا شتي الشخشة واشتي الشخبو واروخسة باش تقدر ربط نتفاوك ما يمي ان شقي مشاني اصبع خفيق قاري اصبع خفيق بلا ما نروح غادي قاري اصبع خفيق اصبع خفيق عاد خو مزوين يمين غاك روح قيس ايوا سي دار اسم من بدا كشي من بدا كشي وين الانسانيه من بدا كشي حتى ثانيتا تقدر محمد دام يقد عربت بالشبكة الكهربائية رقم 31/2016 أن رئيس المجلس القروي جماعة أم الجو بناء على الظاهرة واخا الساكن المادة الأولى يرخص للسيد محمد البوحساني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم عربت بالشبكة الكهربائية بالمسكن السفلي والقديم البناء الكائن
وسط التجمع السكاني بدوار أفزا جماعات أم جاو، ولكن دانيتا الحاج محمد داني رخصش بلي ما تقدو في دانيتا ماشي ما إلا رخصة نتفوك غاث الدان يناش الله ماش تمسا ومي غاك العراقي اللي تسمى السنين اللي غاك العراقي ماش تمسا إذا شي رخص ذي منايا ما غاواش إني غمز واش إني غاكشكوا تني ذا ستارة فغي السيد الرئيس يرقى خلنا ومزاير خلنا وعدش تشخشي وش شيني ولكن الخيوس دماني اني مؤخرا اذا شي قال كان الخيوس بلان دميناجمون اعادة تهيئة لمثل الميناء غرب المتوسط، ولكن كني ويمكن واكني ودي تكويد شماني اني عاود تفوق وعدش المشكلة تسمى واخا موقت اح ومي ملاي اني غاس نبلان دميناجمون ما غاواكيس نساني تدوكي سيتا ثمانية ايام تحنية تكس نقاع ومي واسد حنت تفضل كما جيت تسمى خو وجنش من داس غاتيني ديال رئيسة وانيتا وش قاس مين ملي غا كشي دنا هاك ديني كشي مين ملي غا كشي نشعر رخصية ثاني تاتيني ثلاثة الرخصية ثاني تاتيني هاك ثاني تاتيني قلب قلب قاس نش السيد الرئيس مين ميغا كنت نشعر لقيت واسما تقيلي تا خشفت فهمتي هدايا واحد الصغار خدايا خد صغر كتاسي من يمن يور يخد صغر هاكا ما يمي ليه كيلا عما سيدي الرخصة لا يكشي ما يمي ليه كشي دا الرخصة كي الدراسة لي أجلي ماش لي تزويد منزلي هاهي هاي مكتوبة ماشي وعدين نصور لها تزوق مموها ماشي نصور في القانون إني وغاك بوع الرخصة إني غسلي ألقي باش نسقى سوية وضعية ما منش ما من غادي يعيش لهن لهن اليمنيون من هم يعني تتاخ السيد الرئيس والنبي عليه السلام ولكن شكي عماس واتو غي سبيق تقيد شان الشيكيا غاش الوزيارة تسمى الهجرة نغ الخارج المصالح الخارجية غاش العاملة قال خو العاملة نغ قيغا واش يدي يجاوب تسمى سواه ولا سلا وحتى حتى الوزير الخارجية قيغا الشيكيا مش عارف ولا يدي يجاوب ولكن خون شين وازم مالا نفهم الدقة الدقة نشين المواطنين انت عايش ديت هذه المغرب تم واثن غانغ الملك النغاث ينسى سيدي رب العالمين الله ينصرهم الملك محمد السادس ماذا من دسني قال الى مصالح الخارجيه ذا الوكاله تسمى الخارجيه السلطه المعنيه ذا الولاة العمال واتقنبو من دسني قال تسمى الملك محمد السادس ماذا تخالف القانون غموت واحد قبوت فوكس هذا يسن جماعة وني تنوم الجو إذا سيكشين يقد دراسة يقد دوبي 8 تحنيين هاني ذن ومي غيد إدي السيوت فوكس غا هواث يقارس إلا واش تشغي تسمى بوارخصة من أيام يتسمى لا يعقل ولكن الشين أنت تازي السلطة المحلية ماذا تحل المشكلة المواطنة ونتا إذا تعيشن باش هذه يعيش ولا تدي سويا ما ندي سما ذان هذه سوم ولا انت غادي يصيغ فوق غات الدع الناس هذه يصيغ الخون نشين منيا وهذا نغي تسجي عشان كجالية تسمى المغربية غي تعيش ندي الخارج ناد ما ديال قراه مهندس وهاي تيف فوق ديت الدع الناس كيف يعقد وخدت هذه الكارثة هو اثنين اللاجئين قاقوا اللاجئين غاسن حقوا راني هني
دي العيش، دي الصحة، دي الدراسة، واخا لاجي ما يكونش ينقل الديمقراطية. قال شي سيدي الشيخ غنغدو له الحق والقانون، ما يجي الحق القانون، القانون كيخدمو بشي يحقينو، يجدو له الحق والقانون. ما عطاش الزيت شنو ونكابو رخي على الدولة. الحمد لله الدولة ناقت بخير ولله الحمد، ولكن هنا المسؤولين تتنرخ تصغر ما يمين غاش نشين تصغر. قلنا هو مزوا يرقي قاري يرقي ني ودي السيد قاعد الدوسي مش مرفوض، وانت غيقين الدوسي يسكت على سلم الإداري يضبع خص مارا، يضبع خص السيد القايد، السيد العامي اللي يروح غاز دانتفا وتدانتفا تعوض غزي ولا تدانتفا توافق يدين الدراسة وسندا يوجد السيد العامي اللي زي مشان ومغا قمارا إجراءاتينو كم رغ الدراسة روح غاز تاع الربط هذه وكشن ساعة السيد الخلص غاد منزين ويقبير السيد الرئيس. وانت اني ناس السيد عمر شي نطرب سي المسؤولين يقرن الخزانة الوضعية نغشين ما مش نتعيش اقنا عزور حق نغو وانا عزور حق ميدن وانت عدي حد والحمد لله شي نعزور تسغى همو ما غالي شي نحكو شيء هو غالي شي خنها ومزوائر خواتي شو خصا هو يقرينو ما خصا شي قرين وذو ذا يقام وور. إوا نشكاليش الحاج محمد خليستي دافا إذا نغث قيدا نيتا تافلت لنا إن شاء الله أتاوض يعني العام المحلي والوطني السيدة زيد الجالية المغربية غاس المشكلة أك الجماعة أم الجاو تكشاسي قد دراسة قد دوفي ذي ثمانية تحنين كتار زي 10 من يولي يخسا نهاني ذا ممد غيّا وضغاثة الدات وقلنا ذا سرخصن باش هذيك هذي السيد فوت غا تدات الخون تا لقيت عيش دانيتا غيت واحد دانيتا سجقون جي الناس ما مش تقن مع ريودان المواطنين ولا انت يخص هذيك النبيلة هذيك قد فوت هذيك تيم سجايين يتقن مع ريودان يتقن الشين ولكن للاسف الشديد من غنيني غيرو ياسن جماعات القراوية سواء دانيتا غادي قليم النظوان غادي قليم الدريوج ما تدغ يتسمى غخمي وغاس نبو الصفة لرئيس الجماعة باش هادي عاون تساعد المواطنين هادي يجي ندير جانب المواطنين باش تعاون نتا رئيس وخاص يخصا والو انت من داس يقرا مو يتقز العراقي لقى غاك بلان داميناج مو المويد وينات انت من هي التقواتي ديالك واذا قيت عايش ديال خلاوها ماني تيتغيو انت الموية دانيتا ماني ونشكى المشاهدين نغ الكرام ما لا تغيت فارجن. واه. توغا وين دا كينس الدراسة غي وامان كينس كينس الدراسة من وامان اسعدون لين يظن قران. واه الشبكة 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 وامان كين دا فوارنا ثقينتي ديها الكوبريد كينتي نوارنا كينتي تسناج باش تساعدو السوقات باش نقراو يروح يسبد يديها عشان عاد 100 متر ويخاف يوش وهي شنو المشكلة قد غاكا كي سي تسمى كاع رئيس هواني تا يروح يسبد يديها وميدا صغاين يغمان تغينا لا قوايا كي غا التليفون يوتشروا لنا يخدمن يمنعن المقاول اللي غير منعن امني ان شو غاري من داش غادي غير يروح على الرئيس ان شي ني على الرئيس بد بالضبط دايت شو اخص واخا السور ولكن خو ومدي وعبي ونات اخا السور الخو من تتاز المصالح الخارجيه الخو مش عاونان ما سمح هذا ما تملد الخوخاع ماذا الخو كنو كمهاجرين يتعيش ندير الخارج الخو تاعك واحد دانيتا ما يعجبش حاجة قيماد ما لا ما مش تنقول دخل خاطر واحد النوق واحد مات نتوم ثم واحد النوق بقى نخرق ذا الوطن النوق انا نتمتاخس
ونخسات نخدم ونخدم كين غيو ذان كين غاو دقوز مغوميو ذان، ولكن السلطات والو والو تعوين شاهو بينا ذا غاول من من كاس غاني خوش كتوات عاود تذبوش ان الشكايه زقوا مي قال الشكايه تم زوات تبدد خاص واحد زاد يذبوا الانسانيات ولا لا 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 وعاود شي لاني غير خاجي غير وانا غير السيد الوزيع عاد واحد خفي يعريش واجي تعاود تجي تعاود الشكايه عاود السيد العامل عاود ندري واش عاود لان قاش كنخذ ضحيه تجي ضحيه قواجي واش جنشان باش هذا دي عجز التغير هذه عجز الظلام ولكن اخونا عماق خش من له ما مكون تاع غير اداره خصها قدو قدام تاع خاص غير اداره غوم الجوه تي فغوات عميا يتهز لي جو ماضي سيمانه انا غشي نمار وادي تسقع قال من لي خون من الاداره تاعو نمشي نقط وين مغادي نقص كوا داير اتونسيو داير انا عنكر فوضى قايلني واه يقيم خويا يقيم رفوضى واه يقيم رفوضة خوا لا يمكن وين شنت من لين شعر لزيادة يساقهم يدينهم الجو هذه هذا جعل شوية الذمير الناس ولا عندنا هذا كي حين أشي عاون عاود الخمول الشكي خصانة تقذ التتاز زي المسالح الخارجية عاود الشكايات اش عاونان قاسم الشكاية وين غدار نشعد واش اش عاونان تسيد فتفوكت ولا الشكاية تعيش ذي تسمى ديج المواطن كيف بقية المواطنين ديج الشعب المغربي وجن تحية تم قناة المشاهدين غيزان فيديو سواء داخل الوطن أو خارج الوطن كي ومع مال وارتي موقع بويا فارينو تحية كني واتاس جن تحية تم قناة السلام عليكم.